بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصلي على محمد وآل محمد في الآخرين، وصلي على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصلي على محمد وآل محمد في المرسلين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أولئك الباذلون حبا بالحسين وأملا بنيل شفاعته يوم الورود، والسلام على أولئك السائرون زحفا نحو كربلاء المقدسة، نحو كعبة الأحرار، أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. سادتي الأحبة، أنتم يا من تشاهدوننا عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية من كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن نلتقيكم في تغطية مسائية جديدة هي الأولى لنا من هنا، من محور موكب العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، بعد أن أنهينا دورنا الأول وواجبنا الأول من هناك في أقصى نقطة في جنوب العراق في رأس البيشة. اليوم نتواصل وإياكم وهذا الزحف المليوني لننقل لكم بالصوت والصورة تدفق هؤلاء العاشقين نحو كعبتهم، نحو رمز حريتهم الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأحبة، وبلا أدنى شك فإن لزيارة الأربعين خصوصية من نوع آخر، هذه الخصوصية متأتية من أسباب عدة لعل أبرزها أو يأتي في مقدمتها هو عفوية هذه الزيارة. هذه الزيارة التي لا يعد لها مسبقا، هذه الزيارة التي لا ينتظر القائمون عليها وأصحاب المواكب فيها أي دعم من أي جهة كانت، هذه الزيارة التي تتعاضد فيها جميع الجهود وكلها تحت لواء لبيك يا حسين. هذا جانب. جانب آخر هو البعد العقائدي الحقيقي لهذه الزيارة وقيمتها في هذا الطريق. لعلك تتفاجأ عزيزي المشاهد، خصوصا أولئك الذين لم يتسنى لهم سابقا السير والمشاركة في هذه المسيرة المليونية وفي هذا الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة. مرد مفاجأة أو مرد الدهشة هو غياب التمايز الطبقي بين جميع الموجودين، بين جميع السائرين. الكل هنا تحت قبة الحسين، الكل هنا تحت لواء الحسين سلام الله عليه. هنا لا مكان لغني أو فقير، هنا لا فرق بين شيخ وآخر أقل منه، هنا لا فرق بين أستاذ جامعي ورجل أمي، هنا الكل هم خدم للإمام الحسين عليه السلام، الكل يبتغي مرضات الله بواسطة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك هذه الزيارة حيرت العقول وسرقت الألباب، وكما سلطت الضوء على ذلك عديد الصحف العالمية وعديد المواقع الإلكترونية من أجل تسليط الضوء على هذه الزيارة، والحديث عنها لم ينقطع منذ 2003 وحتى يومنا هذا. أقول منذ العام 2003، لا لكونه هو نقطة الشروع لانطلاق هذه الزيارة التي انطلقت بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ومن معه من الأهل والأصحاب، لكن لأننا بتنا أكثر قربا من التواصل مع العالم الآخر، بتنا أكثر تماسا مع وسائل الإعلام المختلفة من خلال القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. هذه الزيارة عندما أقول إنها سلبت العقول وحيرت الألباب، كلامي ليس مجرد وهم ولا هو مجرد كلمات إنشائية أنطقها من محض الخيال. في أقل تقدير لنتذكر ما جرى قبل عامين أو ثلاثة أعوام وجائحة كورونا، تلك الجائحة التي شلت حركة العالم، التي أوقفت العالم بأسره إلا في هذا الطريق. سبحان الله، طريق الحسين هو المكان الوحيد الذي لم تتوقف فيه الحياة مطلقا. أضيف على ذلك معلومة ليست غائبة عن أذهان الجميع بلا أدنى شك، كلكم يتذكر إن الموسم الأول
في جائحة كورونا، وفي ظل جائحة كورونا الذي شارك فيه الزائرون المتجهون صوب كربلاء المقدسة انخفضت فيه نسبة الإصابة بوباء كورونا إلى أكثر من النصف في حالة إعجازية. من شاء ليصدق ومن أراد ألا يصدق هو حر في خياراته، هو حر في عقله وطريقة تفكيره. نحن لا نلزم الآخرين ولا نرغمهم على أن يعتقدوا بما نعتقد، لكننا اليوم نضع الصورة معياراً حقيقياً هي التي تنقل بالصوت وبالصورة. أحياناً يقال إن بعض الفضائيات، إن بعض وسائل الإعلام تحاول أن تنقل صور مبالغ بها، فعندما نتحدث نقول في العام الماضي على ما أظن كانت أعداد الزائرين 21 مليون أو أكثر أو أقل بقليل. ربما الآخر يتهمنا بالمبالغة، بالمغالاة، يقول إن هذا رقم كبير، هناك دول عدد سكانها أقل من هذا العدد بكثير. لكن دعوني ألفت أنظاركم إلى نقطة بغاية اليسر وبغاية البساطة. اليوم في ظل وجود الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة لا مجال للكذب، حتى من يريد أن يروج في أي مجال، في أي مجال من مجالات الحياة، من يريد أن يروج هناك من هو القادر على كشف ترويجه وزيف ادعاءاته، مع أننا لسنا بحاجة لأن نبالغ في هذا الطريق. حتى لو كان هناك زائر واحد في هذا الطريق لو اتجه صوب كربلاء المقدسة، نحن نعتقد بالإمام الحسين عليه السلام، نحن نعتقد بأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه، نحن نعتقد بآل بيت النبوة سلام الله عليهم. مرد اعتقادنا أبدا ليس قائم على أساس هش، هو قائم على أساس صلب متين. بالتأكيد أيها الأحبة مستمرون معكم وهذه التغطية، لكن بعد انتقالة بسيطة إلى عدسات مصوري قناة كربلاء الفضائية وما صورته لكم وما التقطته لكم من مشاهد حية من هذا الطريق المبارك. تروي ولا تروى يا جنة المأوى، ماذا زرعت في التراب أضحى شفاء وقباب؟ الحقيقة من جرى شلال من نحرك، شربنا دنيا وآخرة بس ما شرب ثغرة، من وجهك الجنة ذوت ما ينطفي دهرك، صدرك مثل صدر النبي ليش انسحك صدرك، ليش انسحك صدرك ثاو ولم تثوي، صمت الدماء يدوي ثاو ولم تثوي، صمت الدماء يدوي ومذ جرى خط الكتاب أضحى شفاء وطباء. يا جنة المأوى، يا جنة المأوى، نورك يشيع بمذبحك بس ما يشوفونه، ما ينذبح خيط الضوى كل ما فوق الرمح تشرق شمس لمن يرفونه، راسك على عناد العدا فنهم ينزلونه، فنهم ينزلونه من شيبك القطرة أوحت لنا الفكرة، من شيبك القطرة
طرحت لنا الفكرة والناس ومن رأسي السحاب أضحى شفاء وغضب. يا جنة المأوى يا جنة المأوى على حب الحسين. نلتقيكم مجددا أيها الأحبة، وهذه التغطية المباشرة من طريق الوفاء، طريق الوصول إلى جنة الله في الأرض، إلى كربلاء المقدسة والحرم الطاهر للمولى أبا عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. وربما قبل قليل عندما كنت أتحدث أن هذا الطريق هو ملتقى الدول، هو ملتقى الجنسيات المختلفة، دليلي معي أحد الزائرين الأخوة من دولة إيران الإسلامية. حياك الله حبيبي، أهلا وسهلا بك وعظم الله أجرك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم إن شاء الله ويعظم أجوركم. حياكم بحق الله. حضرتك منين بالضبط؟ من إيران. من إيران، من المحمرة. يا حياك الله. منفذ الشلامشي. حياكم الله، نشرف بكم على روسنا. جيتوا زحف منك لهنا، من إيران طلعتوا أصلا مشي لو جيتوا وصلتوا للمنفذ الشلامشة وبديتوا تمشوا؟ الحمد لله، من منفذ الشلامشة وبدينا نمشي الحمد لله وماكو تعب. كم يوم صار لكم؟ 11 إن شاء الله. صار لكم اليوم 11 يوم أنتم من مشيتوا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بحول الله. لو غطوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. أحسن يا حسين. زين خليني أسألك، شلون شفت العراقيين؟ شلون شفت كرم العراقيين؟ طبعا إحنا خدام لكل زائر إن كان إيراني سعودي كويتي من كائن من يكون. الله يحفظكم إن شاء الله ويعظم أجوركم. نعمة الحمد لله، ما تغصرون والله ما تغصرون. نعمة نعمة الحمد لله إن شاء الله ماكو قصور. الله يحفظكم إن شاء الله. زين وانت جاي هاي قاطع هاي المسافات كلها، خليني شوية اتدخل بخصوصياتك. عندك حاجة، عندك طلب معين يم الامام الحسين عليه السلام ومتعني تتأمل انه يتم قضاء حاجتك بواسطة الامام الحسين وكرامته عند الله تبارك وتعالى؟ النعم من الحسين، كل شيء بيده، كل شيء بيده، طالب بإذن الله. طبعا بإذن الله. هو سبب أحسن. سبب كل شيء بيده ان شاء الله، طالب منه ذرية ان شاء الله وما راح يردني. ايش قصة لك بالزوج؟ صار لي هسه سنة ان شاء الله. خير إن شاء الله. الله يخليك. الحسين ينطيك إن شاء الله على قد نيتك. الحمد لله الحمد لله بعد روحي. الله يخليك. هنيئا لك يا حبيبي، موفق. لا تنسونا من دعواتكم، يعطيكم العافية. موفقين. عفوا يا حبيبي، حياك الله سيدنا الغالي، نشرف. أخذ راحتك يا حبيبي، حياكم الله. تحدثنا أن هذا الطريق هو ملتقى العاشقين. هذا الطريق عندما نقول الإمام الحسين عليه السلام هو كعبة الأحرار، هو قبلة العاشقين، لا نغالي أبداً. عندما يأتي زائر من إيران، زوار خلال تغطيتنا السابقة في الأيام الماضية من محافظة البصرة، التقينا بعدد آخر من زوار من دول الخليج العربي، من المملكة العربية السعودية، من الكويت، زوار جاءوا من أمريكا، وبالتالي أبداً حديثنا بعيد عن المبالغة، بعيد عن التزويق والبهجة الإعلامية، لأن كما أسلف أن الإمام الحسين عليه السلام ليس بحاجة لكل ذلك. يكفي أن تقول أنه الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، يكفي أن تقول أن أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويكفي القول أيضا أن جده رسول الله صلى الله راس العب وراس الأبو مشهور بجد ورتنت نور على نور بس كل راس حاير ما بين الحوافير ما خلت حضن الأحلام الخير بنت النور تسأل وحشة الليل ما خلت حضن الأحلام الخير والمي على خاطر ما بين الحوافر ما خلت حضن الأحلام الخير لا
بالدار الوحد بي الوقت دار السبي حملة كبير اجتوف صغار يكاد يضيق دمعي بين الجفون إلى أن مست عباتي الطاغرة النار لا ألمست عباتي طاهر النار أنا سيدة رقية بنت الحسين طرى على الأسف صوت الدواوي كل ذيك المفاخ ما بين الحوافي ما خلت حضي الأحلام الخير وحشتي الليل ما خلت حضن أحلامي الخيل والمي علي خاطر ما بين الحوافر ما خلت حضن أحلامي الخيل أنا الآية الكريمة وخاطري الغار قبالي وزعي على القاع قرآن ما مرت على بالي الدهر يوم بنت اشرف بلد والطوف بلدان بنت اشرف بلد والطوف بلدان اصيح الله يرحم ذيك الجفوف أمان أغلي الأرض خلاني للخوف والدلال حاي ما بين الحوافر ما خلت حضن الأحلام الخير انت النور تسأل وحشتي الليل ما خلت حضن الأحلام الخير شهقة الصاد من عاشور بيا نفس محبوس من عاشور بيا نفس محبوس أصيح أيام هاي الدنيا أيام بنت أهل الشام أخذها للشام يوم الشام عاشر الحوافر ما خلت حضن الأحلام الخير تسأل وحشتي حياكم الله من جديد أيها الأحبة وهذا النقل الحي والمباشر لهذه المسيرة المليونية وهذا الزحف المتجه صوب كربلاء المقدسة ومعي أحد أبطال الحشد الشعبي. حياك الله أخوي، عظم الله أجرك ويحسن عزائك. وشلون شفتونا الطريق؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حقيقة زيارة الأربعين هي شعيرة من شعائر الله، فكل سنة وفي كل عام إن كنا في وظائف وإن كنا مدافعين عفواً عن العراق أو في أي مكان، فإحنا يجب أن نجدد هذه الدعوة، يجب أن نجدد هذا المشي حتى ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج الشريف. عجل الله تعالى فرج الشريف. قبل الجو، قبل أن نطلع بالجو، سألتك عن الصورة اللي مخليها، قلت لي صورة والدي الله يرحمه والشهداء. والدك أيضاً استشهد، هم كان بالحشد الشعبي، وين كان يداوم؟ نعم، والدي أحد مجاهدين الحشد الشعبي، استشهد في قاطع الموصل بعد معاناة من الإصابات، بعد ما ذهبنا إلى الجمهورية ورجعنا بحد الإصابات ورجعنا أكثر من مرة والتحق
اخر التحاق اللي هو 15/5/2018، فالله سبحانه وتعالى من عليه بالشهاده، وهذا فخر لنا حقيقه، ونشكر الله سبحانه وتعالى اللي جعلنا من بيوت الشهداء، من بيوت المجاهدين، من بيوت الجرحى، انا احد وياك احد الجرحى بنسبه عجز 35%، وهذه نعمه فضيله حقيقه. ولولا هو الحسين عليه السلام لن نصل الى هذه المكانه. اكيد. حقيقه، ولن نعرف الجهاد، ولن نعرف اصلا الصلاه، فشكرا لله سبحانه وتعالى للحسين عليه السلام. أحسنت، هي حقيقة نعمة الحسين التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، نعمة يعني لا يمكن أن تقدر بثمن. وحقيقة خليني أقول يعني كلمة حق بحقكم، أنتم أبطال الحشد الشعبي، كل قواتنا الأمنية، لولاكم ما كان لنا أن نتواجد هنا اليوم. هذه كلمة حق تقال، يشهد بها القاصي والداني والعدو قبل الصديق. فشكرا لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وبميزان حسناتكم، ويرحم والدك إن شاء الله يا حبيبي. شكرا لحضرتك، ممتن لك يا حبيبي. شكرا، حياكم الله. ايضا معي احد الاخوان المشاركين في هذا المسير، حياك الله اخويا، تقرب علي شويه. عليكم السلام ورحمه الله. من حضرتك؟ من البصره. من البصره. السلام عليكم وعلى الحسين وعلى زوار الحسين. السلام عليكم حسين. نسال الله ان يحفظكم ويديكم وزياده الحسين توفيق من رب العالمين. اكيد. نسال الله ان يوفقنا ويوفقكم ويوفق زوار الحسين. احسنت. كم يوم صار لكم بالطريق؟ والله انا قلت لك جينا خدمه، احنا كنا بالدير زين، والنوبه صعدنا واجب كربله وصعدنا بسياره. اي والله ما تعبانين ان شاء الله؟ لا ماكو تعب. شلون شفتوا مستوى الخدمات، الطريق؟ وخليني اسالك سؤال، بهذا الطريق نلقى جنسيات مختلفه، نلقى الايراني، نلقى الكويتي، نلقى السعودي، نلقى القطري، نلقى العراقي، نلقى اللي جاي من امريكا، نلقى اللي جاي من اوروبا وغيرها. حسيت اكو تمايز طبقي؟ حسيت اكو واحد اني والله دكتور اني ما امشي ويا فلان او كذا؟ تحكيها بمنتهى الامان؟ ابد ابد، هذا الشيء ما شفته ابد. بالنسبه لخدمه الحسين وطريق الحسين واحد، الكل يتشرف انه يكون خادم لخدام الحسين. 100% ماكو فرق بين اي دوله، ماكو فرق بين اي دوله، بين اي شيء. زين، كله طريق الحسين كله واحد. نسال الله ان يحفظكم ويدينكم ويعودكم ان شاء الله. نسال الله لكم القبول وان ما تنسونا من دعواتكم يا حبيبي. احسنت، حياك الله. حياك الله يا اخوي، حياك الله. يعني شهادات حيه عفويه من زوار متوجهين صوب كربلاء المقدسه، لا تجمعنا بهم علاقه ولا نعرف منهم احدا، وما يجمعنا بهم هو الدين والمذهب والإنسانية. بالنسبة للأخ الذي تحدث قبل قليل، واقعا أقول لولا هؤلاء الأبطال وتضحياتهم إحنا أبدا ما كان يمكن نتواجد في هذا المكان. كان عمه وكله بفضل الله تبارك وتعالى أولا، وبفضل الإمام الحسين وأهل بيت الرحمة ثانيا. لكن لهؤلاء الأبطال، لا أتحدث فقط عن أبطال الحشد الشعبي، أتحدث عن كل قواتنا الأمنية، عن كل من تطوع ودافع وضحى بنفسه أو ماله دون هذا البلد. هنيئا لمن نال الشهادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الحشر مع الإمام الحسين وأصحابه في جنان الخلد، والشفاء العاجل لمن أصيب أو تعرض لإصابة أو عوق، والتوفيق لكل المتجهين الآن عبر الطريق. لبيك يا حسين. نحمل قضية زوار، ننادي حررنا من عاديك، ما
من سجن الأنا وحبل المنى وذل الدنيا نتنفس شهامة حرية وكرامة يا رية هوى وشمعة ضوى لكل البرية مد يدك إلينا وتحنن علينا وزرع كل أرض غيرة ورفض بالغابرية اذني من خوفي أمشي إليك وفي باقي أشوفي خطوتين يلي ما ينذل يالواجه المحتل حبي الأول يا حسين حررني الراس فوق العوالي حيار زمانه شيلي القلب من ضلوعي يا غالي وانت مكانه دونك روحي عدم يا شلال الكرم جايب روحي شايل على سد ويا الحوافر وعبد الله ويا الاسهام زينب ويا الشام يمتل من ذبح يعقد صلح ويا الخناجر يا لعمرك تخاتم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا رحمن يا رحيم. مستمرون معكم في هذه التغطية أيها الأحبة ومعي الحاج أبو عدنان. حياك الله عمي ابو عدنان، عظم الله اجرك. اجورنا واجوركم بمصاب ابا عبد الله الحسين عليه السلام. جزاك الله خير الجزاء. حضرتك من اهالي البصره؟ اهالي البصره. يا حياك الله، حيا الله كل اهل البصره. احكي لنا شلون الطريق، شلون هالخدمات، شنو اللي شفتوه؟ الطريق نعمه من الله، الخدمات نعمه من الله، عشاق الحسين لا يعدون ولا يحصون، سنه بعد سنه، جيل بعد جيل. نعم، كل سنة تمشي أبو عدنان إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة إلا الله سبحانه وتعالى أخذ مانته الصحة والسلامة وحسن العاقبة. أبو عدنان خلي أسألك سؤال، تتفق وياي إنه هاي السنة الزيارة ولو هي كل سنة تكون أثقل من اللي بعدها؟ نعم. لكنه هالسنة ما تحس إنه الناس منطلقة على وقت، وإنه هالسنة الأعداد يعني ظاهرا هواي أكبر حتى من السنة اللي فاتت؟ والله أعلم. إن شاء الله حب الحسين يزداد وأحباب الحسين يزدادون سنة بعد سنة. أحسنت. جيل بعد جيل. أحسنت. يعني شو تصور لو بعد 4 سنين 5 يمكن هذا الشارع ما يشيل الزائرين. فعلا فعلا، حتى الطرق هاي تنسد. عشق الحسين مو شيء هين، عشق إلهي. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. طيب، أو أنت في طريق المسير، أنت متجه الآن إلى كربلاء المقدسة، شنو الرسالة اللي تقدر توصلها للناس اللي ما قادرين يشاركون، اللي يشوفونه من خلال شاشات التلفزيون واللي يحسدوك ويحسدونه على تواجدنا هنا؟ والله هو هذا رزق إلهي، يعني الإنسان مو بكيف يندفع، بكيف الله سبحانه وتعالى، لأن يعني حب الحسين مو شي هين، مو شي سهل، مو لفظة كلام، لا والله. ويمكن حتى الما يمشي والما يفدو روح للإمام الحسين يظل مندوب مدى التاريخ، يتحسف. يعني هسه انا مولي 67، والله لو هاي كان من البدايه من الطفوله امشي ولحد الان. انا متندم على عمر اللي مضى راح هدر بدون لا الله سبحانه وتعالى يعلم والامام الحسين يعلم انه مرينا في ظروف كانت الامور خارج ارادتنا الا من رحم ربي. هذا اللي بداخلنا، هذا اللي بداخلنا لك، والله يزيد ايمانك بحق محمد وال محمد. انا ما اريد اعطلك اكثر ابو عدنان، موفق، لا تنسونا من دعواتكم ان شاء الله. حياكم الله، حياكم الله ابو عدنان، الله يوفقك.
هذا الرجل يشعر بالأسى، يشعر بالألم، يشعر بالندم لأنه لم يتمكن من المشاركة في سنوات خلت. واقع الحال إننا كعراقيون مررنا بظروف عصيبة، ظروف صعبة، ظروف عصية واقعا على التوصيف، ربما منعت الكثيرين من المشاركة في هذا المسير، خصوصا في حقبة الحكم البعثي البائد، هذا الحكم الظالم الذي حارب هذه الشعائر وحارب كل شعائر الإمام الحسين عليه السلام، ولطالما وقف حاجزا بين محبي الإمام الحسين عليه السلام ومعشوقهم. لذلك طبعا الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما في النفوس. أنا أعتقد أني وغيري من هذول الزوار بالتأكيد الله سبحانه وتعالى يعلم أنه الأمور هي خارج أيدينا، وإلا زيارة الحسين لم تنقطع، عشاق الإمام الحسين لم يتوقفوا، هم في زيادة مضطردة في كل عام. هذا الطريق الذي شهد تقطيع الأيدي، شهد دفع الديات المالية، شهد مختلف أنواع الجرم والظلم والجور بحق هؤلاء الزوار، أحداث كثيرة مرت على هؤلاء الزائرين، لكنهم لم يبالوا وبقي الإمام الحسين عليه السلام في مقدمة تطلعاتهم وفي مقدمة أمنياتهم. فهنيئا لكم أيها المحبون هذا العشق وهذا الولاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي ولكل مؤمن حتى أولئك الذين حالة الظروف دون مشاركتهم في هذا المسير أن نحشر جميعا مع أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم الورود. من فوق الرمح يا المنذبح نحمي القضية، زوار وننادك حررنا من عاديك، من سجن الأنا وحبل المنى وذل الدنية، نتنفس شهامة حرية وكرامة، يا ريت هوى وشمعة طوال كل البرية، مد يدك إلينا وتحنن علينا، وزرع كل أرض غيرة ورفض بالغابرية، خذني من خوفي أمشي لك وفي باقي أشوفي خطوتين، يلي ما ينذل يلواجه المحتل حبي الأول يا حسين، حررني الراس فوق العوالي حيار زمانه، شيلي القلب من ضلوعي. حياكم الله أيها الأحبة من جديد، حياكم وبياكم مشاهدينا الأحبة، ونحن على وشك أن ننهي هذه التغطية من هذا المكان المبارك، موكب العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في نقل الصورة الحية عن هذه الشعيرة الخالدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد عكسنا الصورة الحقيقية لهذا المسير وهذا الزحف المليوني نحو كربلاء المقدسة. وبلا أدنى شك فإن تغطياتنا اليومية المباشرة مستمرة معكم صباحا ومساء خلال الأيام القادمة وحتى موعد زيارة الأربعين. إلى هنا أكون قد أنهيت تغطيتي لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في تغطية قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.